أم سارة تسأل عن العمرة عن الميت، هل ورد فيها شيء؟ العمرة عن الميت لا بأس بها، لأنها عمل صالح يراد إهداء ثوابه للميت، ولا فرق بين العمرة والحج. والحج عن الغير قد وردت به السنة، كما في حديث المرأة الخثعامية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم. فإذا جاز ذلك في الحي جاز أيضا عن الميت، إذا جاز الحج عن الحي جاز عن الميت مما بأولى. والعمرة تعتبر هي الحج الأصغر، فعلى ذلك لا بأس بإهداء ثواب العمرة وثواب الحج للأموات، ويصلهم الثواب إن شاء الله.